بالمناسبة الأسعار بتزيد في كل حاجة، ولكن احنا عايزين نرصد النهاردة مع بعض وزارة النقل. مش كان حد أحد الفزالكة اللي طلعت فزلك علينا ويقول لنا زيادة البنزين والسولر مش هتزود الأسعار عشان الغاز ثابت؟ طب يا سيدي أدي عندك وزارة النقل هتزود أو هتعمل زيادة جديدة على أسعار تذاكر القطر من أول شهر 8 بكرة، أول 8. وطبعا هيطلع حد يقولك ده ملوش علاقة بزيادة الأسعار اللي حصلت في الوقود، ده تضليل وكلام فاضي طبعا زي ما حضراتكم عارفين. أول تحرك برلماني بعد رفع أسعار المحروقات، البياضي بيقولك هل تعطي الحكومة مرتبات بالمعدلات العالمية؟ ده اللي احنا محتاجينه يا جماعة، زودوا لنا المعدلات العالمية، زودوا لنا الراتب عشان يبقى بالمعدلات العالمية، طالما انتوا عايزين تبيعوا للشعب كل حاجة بالمعدلات العالمية. طيب معسكر الحرمية بيعمل فينا ايه؟ مصر ومعسكر الحرمية، تعال شوف. مصر بتستهدف زيادة صادرات المستلزمات الطبية مليار دولار سنويا. ده خبر. الواقع ايه؟ الواقع ملوش علاقة بالخبر. السعي اللي احنا بنسعاه، الاستراتيجية اللي احنا بنعملها ملهاش علاقة بده. غرفة القاهرة التجارية بتقولك مبيعات المستلزمات الطبية في مصر تصل 50 مليار جنيه سنويا. طيب نشوف حاجات تانية من انجازات الحكومة. الحكومة اللي بتفرط في كل حاجة وفي أي حاجة علشان تجيب فلوس علشان تدعم النظام ما تدعمش الدولة. سيناء، الصحراء الشرقية والصحراء الغربية، الحكومة بتستعد علشان تطرح مزايدة عالمية جديدة لاكتشاف الخامات المعدنية في الثلاث مناطق، في سيناء والصحراء الشرقية والصحراء الغربية. طيب هيعود علينا بحاجة؟ كان حقل ظهر عاد علينا بحاجة، ما بنشوفش حاجة وكلها أخبار والسلام. الرئيس التنفيذي البنك أبو ظبي الأول مصر بيقول وبيصرح للسي ام بي سي، بيقول أرباح البنوك استفادت من معدلات الفايدة المرتفعة وعوائد أذون الخزانة. أنا كمواطن ده عاد عليا بإيه؟ أنا استفدت إيه؟ عملت فايدة عالية، فايدة قليلة، أنا مش قادر أمشي بيتي، مش هيفرق معايا بحاجة.